تحت شعار التوازن الاقتصادي في البلاد بين القطاع العام والخاص، افتتح في مدينة زنجبار بمحافظة أبين معرض الشهر الكريم التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية كأول معرض تجاري تقيمه المؤسسة في المحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. هذا الذي يتم في عاصمة المحافظة مدينة زنجبار يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رشاد العليمي رئيس الجمهورية من قبل الجهة المنفذة المؤسسة الاقتصادية العسكرية. نتقدم بالشكر الجزير للأخ مدير عام المؤسسة الاقتصادية على الجهود المبذولة في إنشاء هذا المخيم الرمضاني لطائفة كبيرة من الفقراء والمحتاجين، وتكون بأسعار إن شاء الله مناسبة. درت اليوم أنا في هذا المعرض، إن شاء الله تكون الأسعار مناسبة، ونتمنى من جميع أبناء المحافظة أن يحافظوا على هذا المنجز وفي نفس الوقت الأمن والاستقرار بحاجة إليه من جميع أبناء سكان المحافظة الذين يرتادون إلى هذا المكان. أتمنى لهم شهر مبارك وإن شاء الله يعم الخير والسعادة على أبناء المحافظة. افتتاح المعرض التجاري في محافظة أبين جاء ضمن عدد من المعارض التسويقية التي أقامتها المؤسسة الاقتصادية في محافظات عدة، لكن الاختلاف بينه وبين المعارض الأخرى يكمن في عدم مشاركة التجار في إقامته، وهو ما عزز ثقة المواطنين في إمكانية حصولهم على متطلباتهم بأسعار تتناسب وقدرتهم الشرائية. طبعا في ظل الظروف وغلاء المعيشي للمجتمع اليمني وبتوجيهات من المدير العام للمؤسسة الاقتصادية العميد سامي السعيدي، قمنا بافتتاح هذا المعرض الأول في محافظة أبين. طبعا هذا المعرض يشمل المواد الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية بمناسبة الشهر الكريم. في يوم الافتتاح الأول شهد المعرض توافداً كبيراً من قبل المواطنين الذين وجدوا فيه فرصة مناسبة لتوفير حاجياتهم الأساسية، خصوصاً بعد أن سجلت الأسعار في الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً تسبب في عجز الكثيرين عن شراء المواد الضرورية. في فرق بين السوق، حتى لو هو فرق بسيط أو فرق كبير، أهم شيء أن يكون في فرق للمواطنين يحسوا، وهذه أول مرة لمحافظة أبين بهذا الشيء، وإن شاء الله تستمر هذه الأشياء إن شاء الله على مدى السنين القادمة. يؤكد المسؤولون في المعرض الرمضاني أن الأسعار التي تم تحديدها للسلع المتوفرة تضمنت خصومات سعرية متفاوتة تمنح المستهلكين القدرة على توفير متطلباتهم بما يتناسب مع وضعهم المعيشي المتأزم، خصوصا بعد وصول النسبة الأكبر من المواطنين إلى أدنى مستويات الفقر منذ بداية الانقلاب الحوثي. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبين.